مصر. فما معلمة قالت لتلمذتها شوية خلينا نبدل لينتي. خلي هو يحكي النكتة. والله ماني عارف أنا لازم نبدل لينتك. تفضلي. معلمة قالت لتلمذتها صوروا لي ترا. صورت الناس كل ترا، فما واحد بركة ما صور شيء. قالت له وينه؟ قال لها مشى. أي واحدة عزوزة طلعت في الكار قالت لهم قعدوني. قعدوا. زادت شوية قلت لهم وكلوني. وكلوه. قعدت شوية قلت لهم خلصوا لي بلاستي. خلصوا له. نوض واحد شايب غديك قال لهم هبطوني. قال له ولاش يا حاج وش وش بيك لباس؟ قال لهم ماني خايف تقولش خذوا لي راجل تلزقوها فيها. الله يلعليم شيدوك. واحد جاته ظروف خايبة برشا واستحق فلوس. يا اخي مرته مدت له خاتمها وقالت له بيعوا وحل مشاكلك. خزر لها وترشك بالبكاء حتى قريب يدوخ. قالت له مرته ما تبكيش عزيزي، راك انت اللي خذيتهولي. قال نعرف نعرف عزيزي، نبكي خاطر الخاتم فالص ومش ذهب. قالك راجل كبير قاعد يصلي ولده يفارع بحفاه، فهمتي؟ قص على صلاته وشد. قال وعيط على مرته شد علي ولدك لا نقتله. تعرفيني كي نبدا نصلي ربي ما نعرفوش. عصابة دخلت الدار ضربت راجل. عصابة دخلت للدار ضربت الراجل وربطت المرأة. يا أخي الراجل قال رئيس العصابة اسمعني هز اللي تحب عليه كل، المهم سيب المرأة. قالوا ظاهر فيك تحب مرتك برشا. قالوا ليه مش هذيك الحكاية. قالوا مرتي نصيف ساعة وتجي من الخدمة. أي مرأة عزوزة، مرأة عزوزة عمرها 70 سنة متهمينة بجريمة قتل. بدت تحلف والله العظيم بريئة يا سيد القاضي، والله بريئة. قال القاضي لكن كل الأوصاف منطبق عليك. قلت له شنو الأوصاف؟ قال بنت جميلة ورشيقة وجذابة وزينة. تبسمت وقالت له ما كنتش ناوية نقتله. حلو. واحد شرى تليفون جديد حب يعمل المود باس بالصوت. يا أخي تعدى كلب بحذاها مبح وهرب. قالك عنده جمعة لو وجع الكلب. قالك زوزي يتفرجوا في سباق متاع الخيل مع واحد منهم مسطك. قال خسرنا مسطك. قال له شبين برشا عباد يجروا. قال له التونسي هذوكم الثلاثة الأولانين ياخذوا جوائز. قال له الآخرين يجروا لواش. والله حلو حلو. شنو حلو؟ ثلاثة مهبلة حبوا يهربوا من السبيطار. قالوا نعملوا خطة، كان السور طويل نقصروه شوية ونهربوا، وكان السور قصير نهربوا طول. مشاو ما لقاوش السور. يا اخي رجعوا. قالك تونسية بتي مكتوبها مسكينة. كيف برشا عشانها فيه. يا سيدي قالت لها جدتها اصبري بنيتي، كي تموتي تمشي للجنة وتختار الرجل اللي تحبي عليه، مش تعملي بيهم هذوما. قوي مشيت رمات روحها بالتروازية. أما ما ماتتش. كيف فاقت لقيتك العباد دايرين بها. قلت لهم يا حليلي اصبري نختار بالواحد في عقلي. علوة علوة علوة. الراجل لابس صباط يسوى مليون طلع في الكار. يا اخي عفس عليه راجل كبير. تلفت وقالوا يا حاج راك عافس على مليون. قالوا الحاج متاعي انا ذاك ما تمس شيء. طمع. اي طفلة غصب عليها دارهم باش تعرس براجل حاش خلقة الرحمن، فهمتني ولا؟ عرست بيه هاد قاعدة تخزر وتبلحق له. قلت له شو اسمك؟ قالها جمال. قلت له زيد 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 قرني زيد زيد قرني زيد. واحد ديما ياخو في الشراب بالكريدي. نهار البياع فد عليه وقال له خلصني يا اخويا تخلصني راني ما نسمحكش غدوه قدام ربي. تلفت له قال له كانك راجل جبت الموضوع هذا نهار يا اخي. واحد خلى لمرته كان عند الطبيب. قالت له ماش قال لك الطبيب؟ قال الطبيب نصحني باش ناكل الغله بقشرتها خاطرها انفع. جابت له سطل هندي ارض منها ما فماش. تلامذه متكيفين. المعلم يكتب في السابورة وهما ينقلوا اللي يكتب فيه اللي يكتبوا معناه اللي يكتب فيه في أوراق. كيفسخ المعلم السابورة يقطعوا التلامذة الأوراق.
يا ام خزرت البنت قالت لها بنيتي اوف يوف يوف طيبين العشاء خالتك جايه. ماما انا والله تعب وما نجمش. ولدها سامي راهو جاي معاها البارح جاء من بلجيكا. ماما نعمل كسكسي ولا نعمل طاجين ولا سلطه ولا ايش نعمل؟ اللي تقدر عليه يا بنيتي اعمليه. اي بعد سويعه من زمان فهمتني ولا ايش من كسكسي واش من طاجين واش من سلايد. عاد الطفله كلمت امها قلت لها ماما ربي يفرحك بنتي. قلت لها شنو هذه؟ كمل ساعتي كمل ساعتي. قالك فما واحد كلا خمسة حيار هندي. نكتة ما عنديش نية. شو صار عنديش نية يا دكتور؟ فما واحد ضرب خم. واحدكم بي. فما واحد ضرب خمسة حيار هندي. دخل التواليت ضرب يمكن ساعة هو يتغصور مسكين. شيء هو كيكة وتعديت مرته وطفيت الضوء. قال ها فوزية انت اللي طفيت الضوء؟ قلت له ايه مش بلعاني. قالها الله لا تربحك في بالي ما التغصوير عميت. واحد توريست ركب مع تاكسي تونسي قالوا هزني الاحلى بلاصة في بلادكم رجعوا المطار. واحدة مشيت البلدية هي اسمها صباح قالت لي منحب نبدل اسمي ضحى. قال الموظف بربي بنية عمي على نص ساعة بيش تهبلينا بالأوراق واحد خليها كيك اسمك. استاذ يسلف التلميذ قالوا ما هو مفرد مصائب. التلميذ ما عنداش مفرد كتجي قدس مع بعضها سيدي. معلم يسأل في التلميذ قالوا بوك أعطاك 10,000 ومد 20,000 الخوك كم تساوي؟ قالوا تساوي عاركة بيني أنا وخويا. برافوس عادي برافوس. هاي مرأة عزوزة خيروها بين الزواج والحج. دنكست راسها وقالت كعبة ما هيش هربة. يعطيكم الصحة سعدي وسفيان. احنا